تعيش محافظة طرطوس أجواء عيد الفطر المبارك بكل تفاصيله كباقي المحافظات السورية، ويتميز هذا العيد عن غيره من السنوات بالأمن والأمان بفضل الانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش العربي السوري. من أحلى ما يكون، بألف خير من الله، بس ترجع البلد بخير وسلامة، هذه أهم شيء. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وسوريا بألف خير، ينعاد عليكم على الوطن على الرئيس. أجواء العيد بتجنن هون وكثير حلوة، والناس مبسوطة كثير، مبسوطين كثير الحمد لله. نحن جاي من حمص، روا أحلى من هيك ما في، كثير حلو والجو كثير حلو، كله حلو تمام والجو تمام كله حلو. بتجنن بتجنن، الله يديم المحبة ويديم الفرح ويديم السعادة على هالبلد وقائد البلد. شايف العالم كيف مبسوطة وفرحانة بالعيد، إن شاء الله بيرجع الأمن والأمان لسوريا يا رب. كل عام وقائد الوطن بخير. بجنن حلو كتير، ونتمنى كل مرة نجي هيك ننبسط هون وتعم الأجواء بسوريا ويكون في خير. كل عام وأنت بخير. أمنيات أبناء محافظة طرطوس في هذا العيد أن يعم الأمن والأمان على كامل ربوع الوطن، وأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة وخلاص سوريا من الإرهاب على أيدي حراس الحياة أبطال الجيش العربي السوري.